حمودة، في مجال تشبك الهوت سبوت دقيقتين؟ مع فكرة معيش غير 500 ميجا ويدوب يكفوني آخر الشهر، انسى. يزيد، في مجال اخوي تشبك بس دقيقتين نت؟ دقيقتين والله، بس ارد على المسج المهم. فوق ما هم قاعدك عند بالصالون من الصبح كمان تطلب مني نت؟ يا حبيبي السلام عليكم. سلام سلام. هلا هلا حبيبي. هلا الله معاك حبيبي، الله معاك. ناقصنا آخر الزمن يطلبوا منا نت كمان. والي يا دنيا، آخر الزمن أنذل عشان نت دقيقتين. لا تكون شحات في مواضيع مش مستاهلة، سواء كنت تستخدم شركة زين أو أمنية أو أورنج. شبكة زين خصصت رمز نجمة 240 مربع، بتتابع معهم وبيظهر عندك الحزم المتوفرة. أما شبكة أورنج خصصت رمز نجمة 770 مربع وبيظهر عندك الحزم تباعا. أما شبكة أمنية بتضغط على نجمة 3 ثمانيات وبيظهر عندك الحزم بالتفصيل، سواء يومية أو أسبوعية أو شهرية. بشرط، مهم جدا يكون خطك فعال، لأنه إذا خطك مش فعال ما بتقدر تستفيد من هاي الحزم، لأنه هاي الحزم فقط للخطوط سارية المفعول. أمنية وزين خصصوا لعملائهم ميزة إضافية، وهي قائمة العروض الخاصة المتوفرة فقط عند أمنية وزين وأورنج ما كانوا معزومين عليها. أما عند أمنية بتضغط على نجمة 404 مربع، أما شركة زين بتضغط على نجمة 079 مربع وبيظهر عندك قائمة العروض الخاصة لعملائهم. في نهاية حلقتنا لليوم حاب أحكي لك، هين قرشك ولا تهين نفسك. نشوفكم الحلقة الجاية.